السلام عليكم. اليوم في هذه الفيديو غادي نقدم لكم جوج ديال المستجدات ديال الكتالوج ديال شهر جوج، وبحكم انه شهر فبراير هو واحد الشهر اللي كنحتفلوا به جميعا بواحد المناسبه اللي هي عيد الحب، عيد اللي كنعبروا فيه على الاحاسيس ديالنا والمشاعر ديالنا للاحباء والاقرباء والاصدقاء. وبهذه المناسبه تم الاطلاق ديال جوج ديال العطور اللي كينضموا لمجموعه ديال إكلا، واللي هما إكلا امور وإكلا توجور. إكلا امور هو عطر للنساء، هو عطر زهري فاكهي وخشبي اللي كيميزو واحد المكون رئيسي اللي هو لا فيوليت بلانش. هاد لا فيوليت بلانش هي عباره على واحد الزهره اللي كتخرج فقط في البدايات ديال فصل الربيع، ولو بارفومور اختارها بكونها كتميز الانوثه ديال المراه، وبحكم انها كتزيد لمسه ديال الرومانسيه للعطر. وبيان سور كنلقاو مكونات واحد اخرين ك لا بوار البوا دو سانتال ولا فاني. إكلا توجور هو عطر للرجال، عطر اللي كيميزو حتى هو واحد المكون اساسي اللي هو واحد النوع فريد جدا ديال الكوير اللي هو لو كوير كوروي، هو جلد جد فاخر. والعطر ديال إكلا توجور هو عطر اللي كيميز الرجل الرومانسي. وكنلقاو ايضا مكونات واحده اخرى فحال لا مونداغين، لو سيترون كونجولي، لا مونت، وايضا لي زيريس. دونك في الكتالوج ديال شهر جوج ديال العطور اللي يخليوكم تعبروا على الرومانسيه ديالكم.